يلا بقى يا جماعة، بسم الله كده، ويلا نخش نشوف الشقة. مين؟ مش عايزين النهاردة. طب يلا بينا. عايزة ايه؟ عايزة اخش اوريهم لا، الشقة مين قالك ان انا هخليكي تاخدي جولة في شقتك؟ مين اللي مثلا. قالك الموضوع ده اصلا؟ مثلا تعالي تعالي تعالي، يلا بينا. يلا يلا يلا. طبعا بصوا بقى يا جماعة، الدخلة مبدئيا كده اهي الستاره ديت انا عملتها، طبعا الاوضه ديت عملت لها بالتكانه، طبعا انتوا ما كنتوش تعرفوا بيها خالص. وطبعا اهي السجاده والشقه، تعالوا بقى اوريكم حاجه حاجه كده بالتفاصيل، امشوا معايا. طبعا احنا وسعنا هنا الانتريه، حطيته بعيد كده عن بعضه عشان ادي مساحه كده للترابيزه. وطبعا حطيت على الترابيزه هنا دي طفاية، يعني اكيدة لازم تكون موجودة اللي موجودين. ودي شيلت الكحك وكده. وطبعا دي البومبونيرة ديت مش هحط فيها الشوكولاتة، انا اللي انا رصت الصباحية. الكحك ده، انت اللي رصتها؟ انا رصت الكحك والبسكوت والبتاع. طبعا انا بكذب، حصل مثلا، عشان تاني جيت لقيتها حصل. رصاه. انا يا جماعة والله اللي رصته، بس رصته بس مش عارفة رصته مش حلو يعني. ودي البومبونيرة تمام. طبعا انا حطيت النيش هنا، النيش اهو. طبعا ناس كتيرة كانت بتقولي النيش فاضي من فوق، فانا زودت طقم كمان. استنى نوريكم بالظبط اهو، طبعا اهو بصوا ده الشكل بتاع النيش اهو. بصوا وده الطقم التاني، وطبعا ده الطقم التالت. وتحت هنا حطيت الشنط اللي هي بتاعت المعالق تمام. طبعا الركن الجميل بتاع السفرة اهو، تعالوا اوريه لكم الحتة دي كده وانا صح ما انا واقفة اهو، حاطة كده بين ده كله. حطيت الركن ده هنا، شكله بقى احلى كده. بصوا طبعا عملت لي المفرش كده بحاجة كده بموجة كده، شكله حلو قوي. وطبعا ديت الفازة ديت انا حطاها جايبها نفس الوان الكراسي كده، نفس النظام دوت. وطبعا دي بتاعت التسالي، خليتها جوه كده شويه عشان ايه، ما رضيتش احطها قدام لان الاطفال مش حته هياكلوا، هيوسخوا الدنيا جدا بيها. فطبعا ديت اللي كنت موريها لكم في فيديو وصورتها لكم ووريتكم شكلها وكده. فطبعا دي كده شكل الاوضه ديت الصاله. طبعا كده ناس كتيره قالوا لي احلى حاجه انت عملتيها ان انت حطيتي ايه السفره هنا، واهو المنظر اهو اهو. يلا بينا بقى نخش ايه، وهي الستاره برضو احتياطي عشان عايزين تشوفوها، لان في ناس كتير قوي بتحب تعمل حاجات زي اللي انا بعملها. فانا هصور لكم شكل الستاره، وبرضو لو في عروسه حابه تعمل كده قشطه تمام. يلا بينا. طبعا بقى يا جماعه، تمام بس اهي المنظر. طبعا الشاشه بتاعتي اهم اهي. وعملت هنا، حطيت هنا ساعه، وهنا عملت سلم اللي هو الانتيكات دوت، شكله حلو قوي، بيبقى شكله حلو جدا في الصاله. وطبعا ديت المروحه ديت انا خليتها بجنب كده لان انا كده مش هستخدمها الفتره ديت. وطبعا الستاره ديت حبيت ان هي تبقى من غير بلتكانه عشان يبقى فيها تغيير. بصوا خامتها حلوه قوي. طبعا اهو ده الشكل بتاعها اكتر تمام. واهي الركنه، جبت السجاده نفس الدرجات، بس ما حبيتش اجيبها كشمير، حبيت اجيبها اللي هو رمادي بس داخل فيها نفس الوان الركنه عشان تبقى احلى. وفعلا طلع الشكل بتاعها حلو قوي في الاخر. وطبعا حطيت هنا برضو طفايه تانيه عشان لو اي حد جه، وبتاعه المناديل والريموتات. ويلا بقى بينا نخش نشوف بقيه الشقه. الدرجات ديت عشان يبقى الشكل حلو مع بعض، ايه رايك في الفكره؟ تحفه بجد. ماشي يلا بينا. اول حاجه الثلاجه، اول حاجه طبعا الثلاجه من تحت ومن فوق. حطينا بقى هنا بيت زياده، وحطينا شويه جبن وحاجات هنا، وحطينا هنا البيبسي دوت اللي هيخلص يوم الصباحيه. هي ثلاجه العروسه اصلا بيبقى فيها شوكولاته وبيبسي وحاجات من دي بس. وطبعا حطينا هنا بقيه البيبسيهات والحاجات ديت.
وتحت هنا ديت فيها خضار، وتحت برضو فيها خضار. طبعا هنا ديت بواقي البيض وعلبه الحلاوه، انا ما باكلش حلاوه يا جماعه، يا جماعه عشان محمود. ودي كده فيها عصاير وميه ولبن، والجبنه برضو ما باكلش جبنه ولا باكل مربى، يعني الحاجات دي كلها جايبها عشان بفطر ايه محمود. بفطر ايه؟ بجيب سندوتشات من المطعم، طعميه فول الحاجات دي قشطه، لكن ما باكلش الحاجات دي. بتفطري في الصباحيه طعميه؟ هاكل بقى جبنه ومين بس دي، او نستن دي الحاجه اللي انا بحبهم. وطبعا سجاده المطبخ اهي اللي كلكم كنتم عايزين تشوفوها اهي. ايوه طبعا هنا حطيت بقى الكحك ده، والتاني ده هستخدمه في البدايه كتير. وطبعا حطيت هنا صواني، هنا بقى مع صراحه لسه ما عملتش تيربو ولا اي حاجه، حطيت الباسكت بتاع الزباله، وحطيت هنا بتاعه المنظفات، وطبعا البوتاجاز اهو. لغايه لما تبقى الراجل يجيب لك الوحده اللي تحت الحوض لحد دماغي بقى. طبعا عملت كده، وديت حطيتها هي هنا هي حطيت لي الورديه ديت في النص. عاملين النظام حلو قوي في المطبخ، مخلي لي المطبخ حلو جدا. طبعا انا هفرجكم على المطبخ وافتحه لكم دلوقتي عشان لو اي حد جديد بيشوف الفيديو بيتفرج عليه. طبعا اصلا مدام شيري هي اللي عملت لي المطبخ، وهي اللي خليته لي بالحلاوه ديت، وعملت لي الشقه كلها عامه. ربنا يخليكي والله، تمام جدا اصلا قلبي. طبعا ديت اول ضرفه في المطبخ، يعني بصوا بقى حاطين هنا، بصوا على الرخامه، حطيت حاجات بسيطة جدا، في مساحة كبيرة قوي عندي لو انا احط اي حلل ولا حاجة. هنا حطيت لي الطقم اللي هو الاركوبال، برضو لو اي حد ما شافش الفيديو هيخش على اليوتيوب عندي هيشوف القراصة بتاعتها اللي كانت عاملاها لي، هوريكم برضو بقية الدرف. طبعا دي الدرفة هنا بتاعت الكاسات، ديت الكاسات الاستعمال اللي هي تبقى قريبة مني اللي انا هستخدمها الفترة الجاية، تمام. وطبعا دي مش طويلة قوي دي اللي هي العصير وشبات العصير والحاجات ديت. وطبعا هنا استخدمت لي الحاجات بقى اللي هي الخلاط والمضرب البيض وبتاعت الكنك، وهنا بقى الحاجات الازاز ديت يعني كده، تمام. ننزل بقى تحت نشوف الشكل. طبعا لميت لي هنا كل الصواني والجريل والطاسات والحاجات اللي هي انا مثلا هحتاجها، وتحت هنا لميت لي كل البلاستيك، كل البلاستيك اللي هحتاجه تحت هنا، تمام. طبعا الرفاية هنا بقى المعالق والحاجات دي كلها، انتوا مش متخيلين ان انا بصور الفيديو دوت قبل فرحي بيوم، مش بيوم كمان، بكام ساعة؟ بس ساعة، سبع ساعات. سبع ساعات، يعني صوتي موجوع والحمد لله معمول ايه الغلط معايا. انت اللي عملتي كده بنفسك. طبعا اللي هنا حطيت عشان هي دي الوحيدة اللي موجودة ليها خزين ليا، حطيت بقى هنا فيها المكرونات والحاجات دي كلها. الدنيا بسرعه بقى، تعالى اوريكم عملت لي ايه في الحمام. طبعا حطيت لي هنا اللي هو الطقم البرنوس دوت، وحطيت لي هنا ورد، وحطيت لي شموع، وطبعا السجاده هي اهي شبه السيراميك قوي. طبعا رصينا هنا اللي هي الحاجات بتاعت الشامبوهات والحاجات اللي انا هستخدمها كلها، وفي برضو حاجات زياده هنا. وبصوا بقى شكل الفانيو، عملت لي رسمه قلب، وعملت لي فيه ورد، وعملت لي فيه حاجات حلوه قوي، وبرده شموع هنا، والبتاع دي برده ده شموع كده اللي هي بتدي اضاءة حلوة قوي اهو. يلا بينا نشوف شكل الحمام من بعيد اهو. تعالوا بقى اوريكم اوضة النوم، دي الحكاية كلها. مستعدين بقى تشوفوا اوضة النوم؟ يلا بينا نخش نشوفها. بصوا بقى الجمال والحلاوة والبلالين اللي هي عاملاها لي فوق هنا كده، طبعا مثلث والحاجات الحلوه اللي هي عاملاها لي. بصوا طبعا دي مش شموع، دي بتبقى اضاءه كده. بالله عليكم عشان في ناس كتير بتقول هتولعه في السرير، لا ده يا جماعه بصوا الكتروني بيطفي وبيتولع، مش هنولع في السرير ما تقلقوش. بصوا المنظر، بصوا الجمال. نولعي بقى، نوريهم بقى بالنور. بصوا بقى الحلاوه كلها. طبعا اهو تعالوا اوريكم التسريحه والحاجات دي. طبعا دوت اللي هو اسمه ايه، الباسكت الغسيل، باسكت الغسيل. هنا بقى حطيت كل الحلقان اللي هي ببريمه، لان هي ما بتاخدش غير حلقان ببريمه. وطبعا لميت بقيه الاكسسوارات، وهوريكم بقى الدرفه ديت انا استغلتها ازاي واستغلت المساحه اللي هي فيها. طبعا اهي حطيت بقى فوق الاسبريهات واللي هي البادي سبلاش والحاجات ديت، وحطيت هنا البيرفين، وبرده تحت البيرفين والحاجات ديت، تمام. وهو المنظم دوت حاطينه هنا،
طبعا في المدراج دوت بقى لميت التوك ولميت البنس في كرتونه علشان تبقى سهله معاها في الشيل. وهنا دي الشيل اللي انا عايزاه. وهنا حطيت المشيته بقى كلها اللي انا هستخدمها برضو، ثبتهم كده مع بعضهم في 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 ورقه عشان برضو تبقى ماسكه. هنا بقى لميت الشوزات والجزم والحاجات دي بدل الجزامه قبل ما تيجي. وهنا هنا بقى حطيت ميك اب بس برضو ما زحمناش الدنيا كلها. هنا قبل ما تيجي برضو المنظم، قلت لك المنظم هيبقى مهم جدا عشان يلم لك التفاصيل. وطبعا هنا بقى اللي هي حاطه الكريمات وحاجات كتير بس الدرج لجوه، بس احنا فتحناه هنتعذب على ما نقفله. تمام، هوريكم بقى الدولاب دلوقتي. درفة درفة، بصوا اول حاجه اهي طبعا ديت اللي هي درفه الفوط، وهنا حاطه الهدوم الشتوي والصيفي، وزي ما قلت لكم معلمه بالشماعات الرز لون وصيف وكده يعني شتوي وحوارات كده مع بعض. حوار طويل حوار طويل، المهم ان انا فاهمه. وطبعا دي الملايات، وحطيت هنا الشتوي وحطيت هنا الصيفي، وحطينا تحت شنطه الخروج بتاعتي. واخر بقى درفه اللي هي فيها الهدوم بتاعتي بقى الاخيره ديت، حطينا هنا اللحاف والحاجات ديت وديت اللانجري وخلاص كده. بس تعالوا اوريكم اوضه الاطفال دي المتبقيه. طبعا ناس كتير بقى كانت بتسالني على البلكونه، اخيرا انا عملت لها ستاره. اهي شكل الستاره، اهي الشكل ده بتاعها. وطبعا حطيت هنا بقى اللي هو المنشر، حبيت افتحه لقيت شكله كده حلو قوي. وحطيت هنا بقى المشابك الورديه والحاجات اللي انا كنت جايباها، وحطيت هنا السبت دوت. وطبعا حطيت هنا العروسه ديت، انا حطاها مؤقتا لان مش هتبقى حلوه في الصباحيه وكده. وهنا طبعا دوت كان شكله زحمه قوي في المطبخ، لميت فيه معظم الخزين عموما بواقي الخزين. ودي برضو في حاجات في الخزين لسه هفضيها بس مش النهارده، لان فعلا انا تعبانه قوي وعايزه اروح انام عشان خاطر الفرح بكره. يلا بينا اوريكم اوضه الاطفال. بسم الله. طبعا اوضه الاطفال اهي، طبعا ده اهو المفرش والحاجه اهي، وهنا الدباديب طبعا عامله لي منظر لذيذ قوي هنا وحلو جدا يعني. وطبعا اهو المنظر. وعملت هنا اللي هي الفوط الاستخدام اللي انا هستخدمها عشان اوفر مساحه في كل حته. وهنا حطيت لي السلحفه، وحط لي كام بالونه بينك على لون السرير. وطبعا حطيت هنا الحاجات اللي انا مش هستخدمها دلوقتي مؤقتا. وحطيت هنا الحاجات ديت، المنظر اهو شكله المنظر حلو قوي في الاخر. تمام، طبعا اهو حطيت هنا، استنى افتح لكم اكتر. حطيت هنا البطانية، وهنا الهدوم بتاعت محمود، وتحت كده كام حاجة اللي هي ما ينفعش مثلا انها تتعلق على الشماعات عشان ديت هدوم بيت وكده. وطبعا كده هي تشيل البطانية دي علشان ما يصحش ان احنا نحط هدوم، واحط المحمود هدومه كلها في الدراب ده. انا بهدي الفلوس ما بينكم يعني. حصل. طبعا يا جماعة اتمنى يكون فلوج الشقة او فيديو الشقة عجبكم، ولو عجبكم ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناه، وطلبوا مني فيديوهات جديده انزلها لكم. ويلا باي.